أولا في سؤال عندنا في الكويت موعظة بعد 4 ركعات في صلاة القيام، هل تجوز هذه؟ وإذا جاز كيف تكون يعني هذه الموعظة؟ الذي أرى أن لا تفعل، أولا أنها ليست من هدي السلف، وثانيا أن بعض الناس قد يحب أن يأتي بالتهجد ويصرف إلى بيته، وفي هذا إعاقة لهم وإملال لهم وإكراه على هذه الموعظة، والموعظة إذا لم تكن متقبلة فضررها أكثر من نفعها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخول أصحابه بالموعظة ولا يثقل عليهم ويكرر، فأرى أن تركها أولى. وإذا أراد الإمام أن يعظ الناس فليجعله في آخر شيء إذا انتهت الصلاة نهائيا، حتى يكون الناس باختيارهم، إن شاءوا بقوا وإن شاءوا انصرفوا.